هاد الصورة اللي شتو عمرها دابا 7 سنين، خديتها في 29 يناير 2016 في مسرح الريان في الدوحة القطرية. المناسبة هو عرض مسرحية باسورد خلود على مسرح الريان الأطفال اللي كانت من بطولة دنيا باطمة وحالة ترك، وكان معاهم الرجل هذيك الساعة محمد ترك. هاد الصورة خديتها في الغرفة ديال المكياج ديال المسرح اللي كانت دنيا وحالة كيوجدوا راسهم بعد ما تناقرت مع محمد ترك اللي في الأول منعني من أنني ندخل القاعة بدعوى أن فيها الزوجة ديالو، ولكن موقف إنساني يعني أو موقف شجاع كان من دنيا باطمة ديك الساعة اللي قالت له لا هذا ولد بلادي يدخل فين ما بغا، وفعلا دخلتني لتما وجلسنا وهضرنا وعيطت على بنتي وتصورت معاهم، لان ديك الساعه السي ترك هذاك اللي كان راجلها اللي جابهم للدوحه كان كيقول له كيقول للجمهور اللي بغى يتصور مع الدنيا او مع حاله خصو يخلص 15 ريال تقريبا 30 درهم ديك الساعه، بحكم ان الريال القطري كان تيدير 2 دراهم. هاد الصوره هادي تتخلد الاول واخر مسرحيه من ثلاثه دنيا باطمه اللي هي باسورد خلود اللي كانت من تاليف الفنان المؤلف البحريني تيسير عبد الله واخراج القطري سعد بورشيد، وكان معاه فيها ممثل سعودي سميتو بدر الشعيبي، وكانت تتناول يعني المخاطر ديال وسائل التواصل الاجتماعي. والغريب ان وسائل التواصل الاجتماعي اللي كانت دنيا باطمه تدعو لمحاربتها من خلال هذه المسرحيه الاولى والاخرى هي اللي خربت علاقتها بالجمهور. ها مقطع من المسرحيه في اخر هذا الفيديو هذا، ولا لاحظتوا في الصوره يعني لان كان شويه ديال التوتر وهذا، حاله ترك في اقصى يسار الصوره تقلقات من التصرف ديال باه. يلا تحياتي لكم، حياكم الله. انا غير بغيت نعاود لكم القصه ديال الصوره هذه وصافي، يعني باش نعرفوا يعني كيفاش الامور تتمشي بعض المرات معنا احنا كصحفيين. يلا تحياتي لكم. يوزر والواي فاي بلا الباسورد وهاي، واهل الهوا والماي، اهل الهوا والماي، بلا اليوزر والواي فاي بلا الباسورد وهاي، اهل الهوا.